كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها. ايك دسدس او فشلومة جا فشلومة دي صب الزيت فشلومة واني جاي فشلومة. وينك فشلومة؟ جاب ربي يجي تقبل اعتدال ولا راهي عملت لك حالة يا ولدي؟ تعطلت في المطار. وانت فاش كنت تعمل في المطار؟ حكاية طويلة صاحبي. احكيلي عندك وحدة قورية مشيت تعرض فيها؟ وحدة قورية ادخل فيا فشلومة واني نستنى فيك في القويل، عندي 4 سوايع. كيفاش تحكي يا بنتي؟ اسمعت بوذني يقول لك مشيت تعرض في صاحبتك. يا بنتي هز وينفض هيكيك. صحيح كنت في المطار اما ماني نعرض في حد. اما الوه ماشي مشيت بدلت فلوس خاطر البنك مسكرة. يا اخي عرضني بوليس فكهم لي. وعليش فكهم لك؟ هكا يا بنتي مستحق فلوس. قديش روما فشلومة؟ برشا. مليون يا صاحبي سليم. مليون؟ اش تعمل بيهم؟ جبته باش يخلص خدامة فرنساوين. اه ها عندك الفلوس فشلومة. اني قلت لك اعطيني شوية فلوس نزهز بيهم. قلت لي استنى نهايرين، هاني استنيت جمعة وبقي شيء. اي لا ماك تعرف المعمل الجديد تكلف عليه برشا، وزيد نخلص في الخدامه بالدوفيز الكل مقوره خاطر تمشي الامور شويه ونشري لعزيزتي اللي تحب. معمل شنو فشلومه؟ هات لا في روحك يا سليم، ماك ترى فيا نحكي مع المدام في امور خاصه. باهي قولي تظومر وينو؟ مش متفاهمين باش نتلاقاو الاربعه؟ توا الاربعه ونص وما جاش. نعرف عليه انا تظومر من البارح في الليل ما ريتوش. كانك عليا قد ما يوخر قد ما خير. هاو جي تشبيك لتوا يا سطل؟ الكل من فشلومه. راس الهم فشلومة. اش دخلوا فشلومة؟ من البارح ما شافكش راهو. البارح تكنت معه بكري شوية في المطار. اما مطار بالله مشيت معه للبوسطة قال باش يجبد فلوس ساعة كاملة نستنى في الشمس هو يحارب في اللبس تبتر. في الاخر طلع عنده كان 20 دينار. وهاني كنت في الدار ندوش خط الانسة تدال ما تحملش ريحتي بالعرق. كنت في المطار ميلا فشلومة وتخلص في الخدمة بالدوفيز. تكذب؟ نكذب الاولاد بالله يقولوا كلمة حق. كذبت عليكم انا قبل؟ لا ابدا. ايك دسدس او فشلومة جا فشلومة دي صب الزيت فشلومة واني جاي فشلومة. كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها.